السلام عليكم جوار، صح اشتركم الخوت من تكونوا بخير اون فورم وانتم كتفرجوا على فيديو. بعيد لكم التقييم ديال اللاعب حكيم زياش. اللاعب يتألق اليوم امام مان سيتي، هو بتخصص معروف باداء ديالو القوي امام مان سيتي، واللي كان سجل عليها في كاس الاتحاد الانجليزي هدف واهلهم الفينال اللي تلعب ضد ليستر سيتي، وايضا اليوم سجل هدف ضد غوارديولا، وبالتالي واللي كيحلم به مدرب غوارديولا بحال ديب حيت ديما كيتألق امامه. جيت لكم التقييم ديالو العالمي من الصحافه العالميه، غادي تصدموا ملي تشوفوا التقييم هذا. المهم نعطيكم شنو قدم حكيم زياش في المباراه. كما شو حكيم زياش في الشوط الاول عطى تمريرات حاسمه وتمريرات جميله، كما عرفت البارح قلت لكم بلي غادي يلعب ورا لعب، وكما شو قدم اداء جيد خصوصا الشوط الاول، قدم تمريرات حاسمه وتمريرات جميله، وفي الشوط الثاني زاد التركيز ديالو وزاد طلع النيفو بحيث انه سدد العديد من التسديدات، وهذه النقطه اللي بدلت المباراه بحيث انه ملي سدد العديد من التسديدات المباراه ولات هناك فرصه باش يسجل، وهذا اللي عطاه بعد التسديده الثالثه قدر يسجل ضد الحارس ديال السيتي، وبالتالي سجل هدف عالمي بعد تمريره جميله من لاعب اسبلاكويتا. ما زاد منقص كونترول الكره برجله اليمنى وسددها برجله اليسرى الساحرة فتحتية مركزة، وبالتالي هدف جميل للاعب حكيم زياش. المهم الخوت نعطيكم التقييم ديالو بعد المستوى العالمي اللي قدمه اليوم. عندنا الحارس مندي 7/10، ريز زيم 8/10، سيزار اسبليكويتا اللي عطى التمريرة الحاسمة لزياش خذا 7/10، روديغر نجم مقنع والمدافع العالمي خذا 7/10، كريستنسن 5/10 اللي ارتكب خطأ كارثي واللي سجل منه الهدف الأول ديال سيتي خذا 5/10، ألونسو نجم المباراة خذا 8/10 بحيث أنه سجل هدف وكان مدافع جميل وكيساعد المهاجمين، كانتي اللاعب دو رأيتين خذا 7/10 على الرغم أنه خرج في الشوط الثاني مع لاعب جورجينيو، وعندنا الخوت بوليسيتش اللاعب القاسي ديالو في هذه المباراة بحيث أنه لاعب كبير لكن ما قدمش مباراة كبيرة خذا 7/10، فيرنر اللي عطى تمريرة حاسمة للاعب ألونسو في آخر دقائق وكانت ناقصة الفعالية خصوصا في الشوط الأول بعد تمريرة اللاعب زياش ليه فعالية الكراش خذا 7/10، زوما 9/10، جورجينيو 9/10، كالاموتسو نودوي اللي دخل مكان زياش دقيقة 77 خذا 9/10، وحكيم زياش الخوت خذا 7/10، يعني أداء عالمي بحيث كما تشوف آخر مباراة كان خذا بدون تقييم، لكن هذه المباراة ملي لعبوا أساسي شتو خوت شحال خذا 7/10، ونعطيكم الخوت شنو قالوا للصحافة العالمية. أهدر العديد من كرات في الشوط الأول لكنه أعطى العديد من الحلول في الشوط الثاني، وكان أفضل في الشوط الثاني وبلغ الضربة ديالو بعد هدف التعادل بحيث أنه سجلوا وسدد كرة جميلة من امام اللاعب رودري، وبالتالي كيوصل المسيره ديالو في التسديد في الشباك، وبالتالي قدم مباراه كبيره وخرج اللي انتهت بهدفين مقابل واحد، هدف ديال زياش وهدف ديال الونسو، وبالتالي كما شفتوا الصحافه العالميه كتثني عليه وخذ تقييم لي جميل عالي من غير لاعب الونسو اللي خذا 8/10، حكيم زياش في المركز الثاني هو العديد من اللاعبين اللي خذوا 7/10 بحال جيلمورك والمدافع روديغر وريز اللي خذا 8/10، يعني الخوت مباراه كبيره لزياش، كنتمنى انه يقوم نفس الأداء في المباراة الجاية، وهذا ما كانت من عجبكم بلان كما العادة، كان معكم نخدركم روان تلو لفراسكم.